أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن عودة المحافظ إلى تعز وما هي الأولويات التي يجب القيام بها لإصلاح الوضع المتأزم في المحافظة. وصل محافظ تعز نبيل شمسان صباح اليوم إلى مقر المحافظة وسط المدينة بعد فترة طويلة من الغياب. وقال مراسل قناة بلقيس إن شمسان عقد اجتماعا مع المسؤولين المحليين والعسكريين والأمنيين فور وصوله مبنى المحافظة في شارع جمال. وأكد المحافظ أن قيادة السلطة المحلية ستعمل على تفعيل المؤسسات المدنية والخدمية ودعم المؤسستين الأمنية والعسكرية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ماذا يمكن أن تقدمه عودة المحافظ إلى تعز في هذا التوقيت؟ وما هي الملفات التي يجب أن يباشر المحافظ العمل بها لإصلاح الوضع في المحافظة؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. بعد غياب طويل يعود المحافظ نبيل شمسان إلى تعز ليواجه التزامات عديدة وتحديات أكثر في ظل وضع مأساوي تعيشه محافظة تعز في مختلف نواحي الحياة. المحافظ شمسان وفور وصوله عقد اجتماعا مع المسؤولين المحليين والعسكريين والأمنيين، أكد فيه أن قيادة السلطة المحلية ستعمل على تفعيل المؤسسات المدنية والخدمية ودعم المؤسستين الأمنية والعسكرية. المشكلات المختلفة والحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على المدينة والصراعات السياسية العديدة منذ 4 أعوام حالت دون استقرار الوضع، حيث أصبحت تعز تدريجيا ميدانا للصراعات البينية العديدة. ليس بمقدور الناس أن يلامسوا الاستقرار في المحافظة، حيث يحيطهم الموت من كل الجهات بسبب القذائف التي لا تتوقف على الأحياء السكنية، بالإضافة إلى غياب الخدمات وارتفاع كلفة المعيشة. شمسان وقبل وصوله إلى المدينة وتحديدا في زيارته لمديرية التربة قال إن السلطة المحلية لديها خطط تلبي الاحتياجات الضرورية للوضع الإنساني في مديريات المحافظة، مؤكدا خلال لقائه وفد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على توفير جميع التسهيلات لعمل المنظمات في تعز. ويناشد المواطنون السلطات المحلية بمعالجة الوضع في المحافظة وسرعة تحريرها كليا وإرجاع خدمات الكهرباء والمياه والخدمات الصحية وإصلاح البنية التحتية، وكلها مناشدات قديمة لم تتوقف منذ بداية الحرب. نبدأ النقاش من تعز مع ضيفي نبيل جامل مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي. سيد نبيل مساء الخير. مساء النور لك أستاذنا الكريمة وللمشاهدين الكرام. شكرا لك. سيد نبيل، هل تمثل عودة المحافظ إلى مدينة تعز بداية هل ستكون هذه العودة نهائية أم هي زيارة مؤقتة فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم يصادف يوم تعيين الأخ محافظ المحافظة يعني مرور سنة على تعيين الأستاذ نبيل شمسان. الأخ محافظ المحافظة رجل إداري من الطراز الأول، فعندما تم تعيينه وأيضا تواجده داخل المحافظة بالأساس هو أصدر قرار من أهم القرارات في المحافظة هو توزيع الاختصاصات لجميع الوكلاء الموجودين لكي يعني تبدا عمليات السلطه المحليه وعمليه التنميه والخدمات للناس. كل كان وكيل لديه اختصاص معين لكي يشتغلوا. ايضا تواجده خارج المحافظه كان لظروف خارجه عن اراده الجميع. ايضا في كثير من الاحيان تواجد الرجل الاول كان في عدن انجز فيها شيء كثير للمحافظه. وللأسف الشديد أنه الشغل الإعلامي في تعز والشغل السياسي جعل من قضية المحافظ وغيابه من المحافظة وكأنها قضية محورية. وبالعكس التواجد الأخ المحافظ في كثير من الأحيان كان في عدن قدم الشيء الكثير وأنجز في بعض الملفات التي كانت لن تتحرك ولن تنجز إلا فعلا بوجود الرجل الأول في جانب الحكومة في جانب وزير المالية، وهذا ما أنجزه فعلا من سابق. نحن نعلم الوضع الهش اللي موجود في عدن، وأما أن نجعل قضية المحافظ وعودته إنه قضية أيضا جوهرية، أنا بالنسبة لي شخصيا أيضا كعمل إداري خاصة مع وجود اختصاصات موزعة بقرارات ملف محافظة المحافظة لجميع الوكلاء اللي مارستناها ليست بالأمر الجوهري أو المحوري في قضية عودته وعودته، ولكن أيضا
تواجده لم داخل المدينة، تواجده في التربة، تواجده من حين لآخر أيضا يحقق كثير من الأشياء لمحافظة تعز. أرجو أن تبقى معي. ينضم إلينا أيضا من كندا الناشط السياسي الدكتور عبد القادر الجنيد. دكتور عبد القادر لو تسمعوني مساء الخير. مساء النور والعافية، صباح الخير من عندي. صباح النور دكتور عبد القادر. دكتور عبد القادر، أنت كيف تنظر إلى عودة المحافظ في هذا التوقيت؟ وأيضا ما هي مشكلة تعز بالضبط؟ هذه المشكلة التي تتطلب من المحافظ أن يراعي فيها أولويات في زيارته. هذه محافظة أغرب محافظة في اليمن، محافظة تعز. هي أكثرها تعدد في التعداد السكاني، وهي ممزقة شر تمزيق. جزء مع كبير منها مع الحوثي اللي فيه بالمصانع وفيه بالخيرات. المنطقة الغربية كلها والساحل مع طارق عفاش برعاية الإمارات. الحجرية ما لهاش علاقة بالمركز المحافظة تعز. ومعانا حاجة ثانية اسمها اللواء الرابع جبلي اللي هو المفروض يحرر القبيطة والراهدة والأماكن هذه، ما ندريش عنه إيش يسوي. وفي معانا جيوش وألوية المفروض تكون في الجبهة الشمالية وفي المدينة راحت تواجه اللواء 35. يعني أكثر محافظة ملخبطة على الإطلاق تعز. وبأول كل رمضان يعملوا لنا حروب لمدة يومين ثلاثة وتختفي وما ندريش إيش هي. محافظة ما تعرفش من هو رأس السلطة المحلية، ولا رأس السلطة الأمنية، ولا رأس السلطة العسكرية. ملخبطة 60 لخبطة. أنا أريد من المحافظ شيء واحد فقط، ولا يجيب لي شيء ثاني آخر، أن يكون فعلا رأس تعز. تعز من غير رأس، أي مكان من غير رأس تنسيه. أي مكان من غير رأس مثل البيت اللي من غير أب وأب، من غير ربة بيت ولا رب بيت، والأولاد يعملوا اللي براسهم، اللي يروح السينما واللي يجلس يتفرج على اليوتيوب واللي يلعب كرة للنهار واللي يلعب الجيم واللي يلعب الحاجات هذه. هذه محافظة مبهذلة. أول حاجة لحل البهذلة هذه أن يكون معها رأس. نريد المحافظ أن يكون فعلا رأس السلطة المحلية، أن يكون فعلا رئيس اللجنة الأمنية، أن يكون فعلا مسؤول عن قرار الأمن والحرب داخل تعز. كفى الله خير، ولا نريد منه أي شيء ثاني آخر. طب أيضا في زيارة المحافظ التقى مسؤولة أوروبية، ويقول المحافظ أنه سيتم استئناف عمل المنظمات الدولية والمحلية ومعالجة الملف الأمني والعسكري. كيف تنظر إلى هذه التحركات وأنت هي أساس مطالبك؟ خلينا الأول على المنظمات. المنظمات معنا كير، ومعنا اليونيسيف، ومعنا الصحة العالمية، وهذا اللي بيعملوا شغلهم سواء حتى في وكم في معنا منظمة أطباء بلا حدود، وهذا اللي بيعملوا شغلهم بدون حاجة لأي محافظ. هم بالفلوس من عندهم والخبراء من عندهم والمسؤولين حقنا لما يتقنفذوا فوق أعمالهم هم بيعملوا ظهور إعلامي على حسابهم مجانا. يعني أنا مش فاهم، زي مثلا لما فوق حكاية شلل الأطفال لما يروحوا يعملوا ظهور إعلامي إنه الفضل في بر رئيس الحكومة والرئيس الجمهورية. هذا الشيء بتعمله من عشرات السنين، اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية. يعني إيش بيعمل لها؟ يعني إيش بيوفر لها؟ هي أصلا بتيجي وبعدين لما تتلخبط المسائل بيضطروا ينطردوا أو يتهربوا، أو لما حد يطلب منهم حاجة يعمل الأمن، يعمل رأس السلطة ويخليهم يشتغلوا لوحدهم من غير ما يساعدهم ولا هم بحاجة مساعدتهم. يلا يسلمونا. أشكرك جزيل الشكر الناشط السياسي من كندا الدكتور عبد القادر الجنيد. أعود لضيفي من تعز نبيل جامل. سيد نبيل، أنت تحدثت عن بقاء المحافظ فترة طويلة خارج المحافظة لكن عودته المتأخرة، هل تعتقد أن عودته المتأخرة سببها الوضع الأمني في تعز؟ أنا أذكر بما قلته. بالنسبة لا نجعل قضية خروج المحافظ وعودته لقضية جوهرية ومركزية. المحافظة بأدوات السلطة المحلية، بأدوات الجيش والأمن متواجدة، بل من أفضل المحافظات من حيث الشكل الدولة موجود. هناك فعلا في بعض الأخطاء اللي تحدث، ووجهة نظري أنا هي أخطاء بحجمها طبيعية في ظل الوضع اللي نعيش. عندما نقيم الوضع في تعز،
تعز ليس جزيرة نائية ولا محافظة لا تتأثر بما يدور حولها، إن لم تستقر عدن، إن لم تستقر الحكومة، إن لم تستقر مؤسسة الرئاسة، فتعز لن تبني النموذج الذي يحلم به البعض أو النموذج السيء الذي يريده البعض. الأخ محافظ المحافظة كما ذكر الأستاذ عبد القادر سعيد هو الرأس والمحرك الموجود، ولكن هذا الرجل كما قلت سبق رجل يتمتع بخبرة إدارية كبيرة ليس على مستوى اليمن بل على مستوى الإقليم. هو يتعامل بهذا النفس ويحدد صلاحياته ويخلص شغله. يوجد بعض التعثرات الموجودة كما ذكرت في تعز، إن شاء الله بعودة الأخ المحافظ تحل كثير من هذه المشاكل. عندنا معوقات حقيقية عندما نتكلم عن موارد هذه المحافظة. أيضا كما ذكر ضيفك الكريم قبل قليل، إيرادات المحافظة الحقيقية متمثلة بالداخل في الجانب الصناعي موجودة في الحوبان، أيضا كميناء كساحل موجود أيضا في الجهة الأخرى اللي يسيطر عليها العملية المشتركة، وأيضا جهات أخرى لا تعترف بالشرعية. إذا لدينا شحة في الإمكانيات. الأقل المحافظ خلق بعض الإمكانيات بإيجاد نوع من الاستقرار، لا يستطيع أحد زاد أن يقول أن الأقل المحافظ هو الذي حقق جزء كبير من الاستقرار الأمني في المدينة. الآن إحنا نتكلم على مدينة خالية من ميليشيات تتبع الكلام السياسي والشغل السياسي اللي يراد يتعد وخاصة التشويه الإعلامي. نحن اليوم نتكلم على مؤسسة أمنية بشكلها متواجد، نتكلم على أقسام شرطة، نتكلم على بحث جنائي، نتكلم أيضا على مؤسسة جيش بقيادة محور بألوية. قضية التصنيفات وقضية الشغل السياسي والإعلامي في قضية الدولة هذه هذا مشروع يراد لتعز، لكن من يعيش داخل تعز، انا احد المواطنين الذي يعيشون في تعز ولو غيري، فلتقابل الاخ المحافظ مع انطباعه. يوجد خلل، نقول فعلا يوجد خلل، يوجد غير انسجام في بعض الاحيان من بعض القيادات، نعم يوجد، لكن كيف ندير هذا الاختلاف؟ كيف نحل مشاكلنا؟ بعيدا عن الشطاب والتشويه الذي يراد لتعز، الاخ المحافظ المحافظه لديه خطه ولديه اجنده. استطيع اقول الأخ المحافظ من أهم الملفات اللي أنجزها اللي هي قضية التسويق الحقيقي للاستقرار الموجود في تعز. هذا انعكس، تكلمنا اليوم على وفود أمومية تدخل إلى المدينة، وفود أمومية تفتح مقراتها في التربة، وفود أمومية أيضا انضمت بدأت تشتغل داخل تعز، أتت من الحوبان وأتت برضو من عدن. يعني شيء حقق، أشياء كثيرة لتحقق خاصة في مجال قضية الخدمات، لكن هذا له أسبابه الموضوعية الوجيهة. تمام. نعم سيد نبيل، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي. أيضا ينضم إلينا من تعز الناشط الحقوقي عمر الحميري. سيد عمر مساء الخير. مساء الخير أختي الكريمة. سيد عمر، ضيف السابق يقول بأن وجود المحافظ في المحافظة غير مهم، المهم هو أن يعمل في أي مكان كان، هل توافق على ذلك كونك ناشط حقوقي من داخل تعز؟ في الحقيقة سيدتي، ملف المحافظ وتواجده داخل مدينة تعز هو أمر مهم وضروري، يعني يتطلبه الإدارة. من يدير المحافظة عليهم يكون ملما بمشاكلها، مطلعا عليها، قريبا من المكان الحدث، حتى يستطيع التعامل مع المشكلة وحتى يستطيع ابتكار الحلول. هناك ملفات تتفاقم في مدينة تعز، وعندما نقول أن المحافظ ليس عليه التواجد داخل المحافظة حتى يديرها، فإننا شهدنا على مدار العام الماضي هناك فشل إداري في المحافظة، يعني أنتج حالة متردية من غياب الخدمات، من غياب مظاهر الدولة، من تفشي الفساد. هناك ملفات كبيرة لم تشهد أي تقدم خلال العام الماضي، بعكس ما شهدناه في عهد المحافظ الأسبق. بالتأكيد هذه ستكون ضمن جملة مطالبكم، بالتالي سيد عمر، ما هي أهم المطالب التي ستكون على طاولة المحافظ مع عودته الثانية إلى المحافظة؟ هناك مطالب عديدة على ملف المحافظ تفرض نفسها اليوم. هناك مشكلة غياب الخدمات على المحافظ أن يقوم بالتواصل مع الحكومة المركزية في عدن، وأن يقوم بالمطالبة والبحث والسعي نحو إيجاد موازنات لتفعيل الخدمات، مؤسسة الكهرباء، مؤسسة المياه، وتنشيط هذه الخدمات. هناك أيضا ملفات مهمة على الجانب الإداري في محافظة تعز. هناك عدد من المدراء لديهم شهادات، يعني قرارات تعيين أثير الجدل حولها، وهناك أيضا قرارات تزوير، عليه أن يقوم بإعادة تدوير المدراء و يعني والإشراف على عملية ترشيح مدراء حقيقيين لمكاتب تنفيذية وتفعيل مؤسسات إدارية.
هناك نوع من التردي في الأداء الإداري. نحن الآن على أعتاب سنة مالية وسنة إدارية، المؤسسات والوحدات الإدارية في محافظة تعز لا تتعامل بالتعامل الإداري الملموس والذي يجب عليه أن يكون على أساس خطط عمل وخطط سنوية وموازنات مترتبة، ويكون العمل على مدى العام القادم على أساسها. هذا شيء غائب تماما، وبالتالي عليه أن يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الإداري والمنظم حتى تكون هذه الإيرادات التي تحصل عليها المحافظة حتى تصرف في مكانها السليم. هناك خطط عمل غائبة، هناك نوع من الفساد الذي يترتب على هذه الأمور، هناك أيضا مشاكل في الجانب الأمني. وبصفة المحافظ بصفته رئيسا للجنة الأمنية عليه أن يقوم بإصلاح الوضع داخل اللجنة الأمنية وعمل تقارب بين بالضبط. تحدثنا عن هذا الموضوع بالتحديد سيد عمر، لو تحدثنا عن هذا الموضوع بالتحديد، هناك من وجه اتهامات إلى المحافظ كونه سبب في تردي الأوضاع الأمنية، هل يتحمل المحافظ فعلا جزءا من الانهيار؟ المحافظ بصفته رئيسا للجنة الأمنية هو مسؤول عن إدارة هذا الملف وتوجيهه وتنظيمه فقط، أما المسؤولون على الأرض هم مدير الأمن وهم قادة الوحدات الأمنية وقادة الجيش الذين يجب عليهم مسؤولية مباشرة تجاه الأحداث التي تحصل. المحافظ كمسؤول عن اللجنة الأمنية هو يعني منصب إداري فقط، عليه التوجيه والإشراف على عمل اللجنة الأمنية وتصحيح مسارها وعن يرتب العمل وينظم العمل بين الوحدات العسكرية. هناك نوع من الجفاء بين بعض الوحدات العسكرية، غياب التنسيق الكامل، وهذا أنتج فشل إداري، فشل إداري في الملف الأمني. على المحافظ أن يقوم بعمل تنظيم للجنة الأمنية، أن يقوم بتوجيه هذه اللجنة الأمنية للقيام بواجباتها. وبالتالي فإن الفشل الأمني هو بالتالي فشل إداري ينتج عنه فشل أمني، ولكن لا يتحمله المحافظ وحيدا، بل يتحمله المسؤولون على الملف الأمني ومدير الأمن مع قادة الوحدات الأمنية وقادة الجيش، مسؤولون بصفة مباشرة لأن عليهم أيضا مسؤوليات إدارية. نحن نريد من محافظة تعز أن يبقى داخل المحافظة ونديرها، ونحن نشجعه على هذه الخطوة بالعودة لو كانت متأخرة قليلا، ولكن أن تأتي خير من أن لا تأتي. مدينة تعز بحاجة إلى محافظ يدير الملف الأمني، يدير الملف الإداري، يدير الخدمات. هناك يعني حالة استياء عامة، وعندما نقول أن هناك تعقيدات داخل تعز، هذه التعقيدات تأتي وتكبر وتتفاقم عندما يغيب الرجل الأول في المحافظة ويغيب عنها لمدة عام كامل. نحن نشجع المحافظ على البقاء ونريد منه أن يقوم بواجباته، وسوف يلتف الجميع حوله وسوف يشجعه على خطوات ملموسة إذا لمس المواطن أن هناك نوع من الاهتمام، هناك نوع من التفاعل. وبالتالي عليه أن يترجم توجهات الحكومة، حكومة الشرعية، أن يترجم اهتمام رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، أن يترجم هذه على الأرض وعلى الواقع، وأن يسعى أيضا لاستخلاص الموازنات واستخلاص الأمور المالية التي تعالج الكثير من المشاكل العالقة منذ عام وأكثر. وبالتالي فهناك الكثير والكثير من الملفات والأولويات، هناك مشاكل تتعلق بملفات يعني الجرحى عليها أن يقوم بواجب إداري نحوها، أيضا ملفات الفساد الإداري، هذا الملف الكبير جدا الذي إذا انتهى وإذا عولج وإذا تم تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة سوف نشهد نوع من الانضباط، سوف نشهد نوع من حالة وجود الدولة مظاهرها التي أصبحت اليوم تتلاشى يوما بعد يوم، ونخشى أن نأتي ذات يوم على مدينة لا تشهد نظرك أي مظهر. وصلت واضحة جدا. الناشط الحقوقي عمر الحميري كنت معنا من تعز. أعود إلى ضيفي نبيل جامل. سيد نبيل، هناك حديث عن تغييرات ستحدث على الصعيدين العسكري، حديث أيضا وتفاؤل مع عودة المحافظ، هل تعتقد أن هذا سيجري فعلا؟ يعني بعد مرور عام على تعيين الأخ محافظ المحافظة وأيضا إلمامه بالمشهد كامل، فعلا هناك حاجة لإحداث بعض التغييرات وخاصة التغييرات المدروسة. الأخ محافظ المحافظة كما ذكرت صاحب خبرة إدارية غير بسيطة، هناك تقارير رفعت من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الأصلى أن تفعل، وأن نقول للمحسن أحسنت وأن نقول للمسيء أساس، ولكن بناء على عمل إداري وتغيير مدروس وأيضا له وجهة الإدارية وقانونية، ليس التغيير من أجل التغيير. كما ذكر الأستاذ عمار فعلا هناك بعض الأخطاء لكن كيف نعالجها؟ تمام. وأيضا مع الأخذ بكثير من
المحاذير ان ندخل من تغيير الى تغيير أسوأ. يعني يجب لدينا فعلا نستطيع ان نقول، وخاصه احنا في مكتب التخطيط لارتباطه بمعظم المكاتب، يوجد هناك مدراء استطاعوا ان يكونوا بحجم هذه المرحله وقدموا. وللاسف الشديد هناك عندنا خلل. لا زلت امس انا بالامس انا والاخ المحافظ ناقشوا عندنا فعلا سلطه محليه انهارت. كثير من المدراء اللي كان لديهم خبره للاسف الشديد استطيع اقول فروا من المدينه، تخلوا عن واجبهم السورية. احنا يوجد لدينا مدراء ليس لديهم الخبره الكافيه، ونحتاج الى قضيه تاهيل، ونحتاج الى ايضا عمليه تغيير للبعض. نعم، السيد نبيل جامل مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي كنت معي من تعز، اشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا نكتفي بهذا القدر، شكرا لحسن متابعتكم، هذه تحياتي وتحيات معد الحلقة محمد عبد المغني وكافة الطاقم، إلى اللقاء.